يجيك عنده درماتولوجيكال ديزيز يعني مرض جلدي، اكيد مثل ما انت بالباطنيه اخذ شيء اسمه تشيست بين وابدومينال بين وعن طريقه تفرعت وتوصلون للدايجنوسيس، احنا كجلديه نفس الشيء. يعني احنا لما يجينا الانسان لما يجينا المريض عندنا هم شيء اسمه تشيف كومبلين وعندنا وراها هيستوري اوف بريزنت اولنس، وعن طريق هذا التشيف كومبلين نعرف. بالباطنيه يجيك التشيف كومبلين تشيست بين، راح تاخذ مجموعه اسئله وراها تحط ديفرنشيال دايجنوسيس، وعن طريق الهيستوري والاكزامينيشن راح توصل للتشخيص. احنا نفس الفكره ولكن الفرق بالسكن ليجن. يعني هذا السكن ليجن لما يجيني انا باول نظره له اعرف انه انا هذا الليجن ينتمي لهاي المجموعه، مثل ما انتم بالتشيست بين لما يجيك مريض يقول لك تشيست بين بسرعه تتفكر هذا لو انجينا لو ام اي لو ميلر تير سندروم، وتحضن او ماسكولوسكيليتال بين وتحضن السوالف مال التشيست بين. احنا نفس الفكره ولكن اكو سكن ليجن كون نعرفها. هاي الفكره مال البرايمري والسكندري سكن ليجن. الفرق بين البرايمري سكن ليجن والسكندري سكن ليجن الفرق بسيط. البرايمري سكن ليجن السكن ليجن اللي يطلع بدون موديفيكيشن، يعني اول ما يطلع الططح الجلدي بدون ان يتحكم، بدون ان يصير بي انفكشن، بدون ان يصير بي اي موديفيكيشن، هذا يسموه برايمري سكن ليجن. اذا السكن ليجن صار بي موديفيكيشن، يعني ورا ما طلع صار عليه انفكشن سوبر ادد انفكشن وتغير، او انت طلع الطفح وقمت تحطه باظافرك وجلخت الطفح وغيرته، راح يصير عندنا فشي يسموه سكندري سكن ليجن. اول شيء بالبرايمري سكن ليجن راح ناخذ مصطلح، وهاي طبعا بالعملي نمر عليها والجروب اللي اخذ عملي مر عليها، يسموه الماكيول. الماكيول تعريفه قدامكم، التعريف انتم تقروه انا مجرد اشرح لكم اياه. يعني اذا الطفح الجلدي سواء احمر سواء وردي سواء ازرق سواء هايبر بيجمنتيشن يعني براون مهما يكون لونه، اذا الطفح الجلدي يكون فلات يعني ما مرتفع واقل من نص سنتيم يسموه ماكيول. اذا نفس التعريف ولكن صار اكثر من نص سنتيم يسووه باتش. هذا الفرق. يعني بالعربي يجون الناس يقول دكتور طلعت لي طقعه حمراء، الطقعه الحمراء انا اجي اقيس حجمها، إذا أقل من نص سنتيم ماكيول، إذا أكثر من نص سنتيم باتش. هذا شيء يفيدنا، أكو مجموعة ديزيزز يسموها ماكيولر سكين ديزيزز، لأن مجموعة السكين ديزيزز متجمعات كلها تعطينا ماكيولر سكين ليجن، فهاي الفكرة أنه تعرف الماكيول لأن راح توصلك للتشخيص، تعرف التشخيص عن طريقها. مثل ما أنت المريض أول ما يجيك يقول لك دكتور أنا عندي أبدومينال بين، وعن طريق هذا الابدومينال بين راح تسال اسئله وتوصل للديفرنشال وتالي بالنهايه توصل للتشخيص. هنا نفس الفكره. البابيول عكس الماكيول تكون اليفيتد، اللي هو الناس يسموها دكتور طلعت لي حبايه. البابيول هي الحبايه ونفس الشيء نفس التعريف، تكون اقل من نص سنتيم. اذا اكثر من نص سنتيم وتكون يعني ديب يسموها نوديول. فالفرق بين البابيول والنوديول بالحجم وبالديبث اوف ذا ليجن. اذا اونلي انفولف الابيديرمس وشويه من الديرمس وتكون سمول اقل من نص سنتيم يسموها بابيول. اذا لا دخلت بالديب ديرمس وحتى مرات توصل للسبكيوتينس تشو وتكون اكثر من نص سنتيم هاي نوديول. البلاج واحدة من المصطلحات المهمة واللي يكون نعرفها، اللي هي عبارة عن plateau like elevation، يعني مثل الصفيحة ليجن مثل الصفيحة كلها مرتفع بالجلد، وهذا واحدة من الكومن skin diseases اللي تعطينا بلاج هو السورايسز الصدفية. فالبلاج تلقى عبارة عن صفيحة مثل ما تشوفون بهاي الصورة مرتفعة، مرات سكيلي مرات without scale مهما يكون، ولكن الفكرة مالتها plateau like elevation كله مرتفع. بالنسبة للويل، الويل يمر عليكم ومهم، لأن أنتم إن شاء الله السنة القادمة لما تصيرون صف سادس وراها روتيتر راح تجيك بالليل، خاصة المقيمين الميلية يعني الدكاترة الميل يمر عليهم يعني مصطلح الويل. الويل أشهر الديزيزز وتقريبا سبيسيفيك إله هو الأرتيكاريا حساسية الشري.
الويل يجيك المكان يكون elevated سواء pink أو white، ولكن الشيء المهم به evanescent، يعني هذا ال elevation disappear within 24 hour. إذا not disappear within 24 hour هذا ما ينطلق عليه مصطلح الويل. هاي نقطة جدا مهمة، disappear within 24 hour. فالويل عبارة عن قطعة من الجلد صار بها swelling، وهذا السولينج أما يرافق حمار أو بياض أو يكون بيض يسموها ويل. الفيزيكال أو البولي اللي هي الفرقاسة، هنا المصطلح على مود ما نشتبه به. أكو عندنا مصطلح يسموه بلستر اللي هي فرقاسة إن جنرال بدون أن نحدد الحجم مالتها. إذا جوا النص سنتيم يسموها فيزيكال، وإذا أكثر من نص سنتيم يسموها بولي. فأنت إذا ما بتأكد من الحجم قول بلستر. إذا أجيت وفحصت وشفت إنه هذا المكان أقل من نص سنتيم، هذا بعد صار مصطلح طبي اسمه فيزيكال، وإذا أكثر من نص سنتيم بولي. أما الناس لما يجون يقولوا لك دكتور أنا عندي فرقاسات تطلع، أنت لما كطبيب وتحكي وياي قل لي هذا المريض تشيف كوبلين مات بلستر سكن ليجن. ورا ما تفحص انت تسوي examination وتسوي inspection وتفحص وتشوف الحجم اقل من نص سنتيم، ذاك الوقت يلا تقول physical، واذا اكثر من نص سنتيم تقول بولي. هسه ليش هاي ارجع واقول ذني المصطلحات ضروري نعرفهن ونتعامل وياهن، لان ذني راحلنا اللي يوصلنك للتشخيص. انت لما نشوف اكو blister skin lesion عندنا مجموعة diseases هي اللي تسوي blister skin lesion. مصطلح البستول، البستول هو عبارة عن physical أو bully contain purulent material، يحتوي على مادة صفرة. هاي المادة الصفرة مرات عبارة عن white blood cell زائد microorganism، ومرات فقط white blood cell. وهاي نقطة جدا مهمة وتمر عليكم إنه البستول أكو septic بستول وأكو aseptic بستول. البستول اللي الناس هاي يسموها يقول لك حباية بيها رأس أبيض رأس أصفر، هذا الرأس الأبيض أو الرأس الأصفر هو عبارة عن purulent material، بص. البص مرات ويا بكتيريا ومرات ماكو ويا بكتيريا، يعني يجي فقط white blood cell. ولذلك أبو حب الشباب يصير عنده حبوب بيها مادة صفرة ولكن ذني septic ما بيه micro organism. وأكو مريض يصير عنده bacterial skin infection هم يجيك عنده بستول ولكن هنا أكو مايكرو أورجانيزم. هاي المعلومة ضرورية لأن أنت عن طريقها تحدد هذا المريض تطيه أنتبايتك أو ما تنطيه. وإن شاء الله لما نأخذ الأمراض الجلدية راح تمر علينا من السبتك ومن الأسبتك. السيست الكيس، وإحنا هواي صاير عندنا وشايفين كيسات السيست، وكنت المفروض بالجراحة العامة ما فيها. السيست تشبه البولي تشبه البستول، الفرق وين؟ الفرق انه هنا اكو يعني وول، هذا الليجن بي وول، وهذا الوول مهما الكونتين مات سواء فلويد سواء سوليد سواء سيمي سوليد، المهم انه كافيتي سراوندد باي ا وول، يلا نسميها سيست. اكو بيها وول، هذا الوول هو اللي قاعد يفرز هاي الماتيريال. فالسيست مو مهم انه السيست الكونتين مالتها شنو يلا نسميها سيست، المهم انه هي عبارة عن ماس covered by a wall، سواء الكونتين مالتها liquid solid. اكو ناس السيست مالتهم نفتحها نلقى عظم بي، اكو ناس السيست مالتهم نفتحها نلقى cheesy material مثل المادة الجبنية. فمو مهم الكونتين، المهم الوول، يلا نسميه سيست. إذا ناخذين الفاسكولايتس ومر عليكم هذا المصطلح، الفاسكولايتس البرزنتيشن مالتها يجينا على مصطلح اسمه الباربورا. الباربورا هي عبارة عن RBC، احنا المفروض مر علينا بالاناتومي قلنا انه الابيديرمس ما بي بلاد فيزل، والديرمس بي بلاد فيزل ولكن الدم محصور ضمن هاي البلاد فيزل. إذا البلد فيزل الوول مالتها تضرر والآر بي سي طلعت من الوول مالت البلد فيزل واستقرت لك بالديرمس أو عبرت على الإبيديرمس، هنا راح يسموها باربورا. والباربورا بيها ثلاث مصطلحات according to the size مثل الصورة. إذا تشوفون إنه أقل من
2 مليم يسموها بيتيكي، أكثر من 3 مليم يسموها بربرة، والإيكموسز إذا أكثر من 1 سنتيم. التلانجكتازيا هي عبارة عن dilated blood vessel in the skin، يعني blood vessel. عشتي يا دكتور حيدر، أنا هاي آخر سلايد وأنهي المحاضرة. إذا blood vessel اللي موجود بالديرمس واللي هو normally presented، إذا صار بي dilatation نتيجة أي ديزيز ناخذها إن شاء الله بالمستقبل، هذا يسموه المصطلح تلانجكتازيا، اللي هي widened blood vessel on the skin. فهو هذا blood vessel normally present وموجود بالديرمس، ولكن نتيجة certain skin diseases راح يصير بي dilatation ويبرز يبين عندك، فيسموها تلانجكتازيا. لهنا هذا السلايد خلصنا محاضرتنا لهذا اليوم. إذا أحد عنده سؤال شيء مو واضح أرجو أن يقول لي، وعشتي دكتور حيدر نبهتني على الوقت. أكو أحد عنده سؤال؟ على مود إذا ماكو سؤال ننهي المحاضرة. دكتور أحمد، بالنسبة للبابيول ما بيها كونتين، يعني ماكو inside the papule material. إذا البابيول inside it أكو material، راح ندخل بمصطلح ثاني الماتيريال حسب. إذا fluid without wall سميناها physical أو bulli إذا حسب الحجم. إذا لا والله إذا أكو بيها ماتيريال معينة وأكو بيها وول هاي سميناها سيست. أما البابيول نفسها ما بيها ماتيريال، البابيول هو نفسه السكين ليجن صاير بيه هايبرتروفايل. أوكي تدللون. وإذا أكو أحد عنده سؤال، ما أعرف دكتور دكتور أحمد، أحمد وليد، واضحة الفكرة دكتور أحمد؟ دكتور أحمد النوديول، وأيضا دكتور عبد الله سأل عن نوديول. دكتور النوديول without wall يعني نفس الليجن هايبرتروفايد، ولكن بالنوديول دخل لي ديب، دخل لي ديب ديرمس اللي هي الريتيكولار لاير، وحتى يقبلك السبكيوتينيوس تشيو، بس ما بيها كونتين. أنا إن شاء الله إذا تداومون ويانا، يعني بس كون تداومون أيام، هي مشكلة العملي هالأيام يعني مختصر. النوديول ما بيها كونتين، هو نفسه الستركتشر فقط هايبرتروفايد، ودخل لي ديب للديب ديرمس ولسه بكيوتينس تشو سميناها نوديول. اما السيست لا بيها وول، شرطها الوول. شنو قصدي بالوول؟ الوول ما السيست هو اللي قاعد يولد هاي الماتيريال، ولذلك احنا لما نريد نرفع كيس اذا ما رفعنا الوول كل شيء ما سوينا، ورا فتره يرجع المريض راجع الكيس من جديد متكون. اما النوديول لا، بدون وول ماكو اكو وول، حايط بهاي الماس ومسوي لي برودكشن. الوول يعتبر مثل المصنع اللي يرجع ويصنع الماتيريال من جديد. واضح بالنسبه دكتور عبد الله ودكتور احمد؟ واضحه بالنسبه دكتوره بتول؟ يمكن الديسكربشن مالته اكزيما ريتيكوليتد بلاد فيزل. بس دكتورة بتول، بس السؤال ما تشرح، أنطيك الميكروفون على مود أفهم السؤال. بالنسبة للاستياتوتيك أكزيما الديسكريبشن مالتها ريتيكوليتد بلاد فيزل؟ لا دكتور، مو استياتوتيك أكزيما دكتورة تختلف، ما أعرف حضرتك إذا ويانا يعني بالجروب العملي. استياتوتيك أكزيما إذا ترجعين دكتورة للمحاضرة العملي واضح الديسكريبشن مالتها، وأخذناها بالاستياتوتيك اكزيما انه يصير دراينس، ويصير عندنا السكن يصير بيه فيشرينج، يختلف مور ريتيكوليتد بلاد فيزل. واذا تحبين دكتوره يعني راسلينا على الجوجل كلاس روم وشي، واوضح لك اياها بالتفاصيل، لان يعني كون اراويك صوره الاستياتوتيك اكزيما وانطيك الديسكربشن مالتها، بس مور ريتيكوليتد بلاد فيزل، صار دراي سكن وبي فيشرينج، وطينا ساين موجوده بالمحاضره العملي. واذا اكو شيء مو واضح يعني ان شاء الله نوضحه. طبعا دكتور أثير سألتني على المحاضرة، للأسف نسيت أسجلها حقيقة، نسيت، رغم نبهوني هواي طلاب بس راحت عن بالي، انشغلت بهاي مشكلة التشويش وراحت عن بالي. إذا هاي يعني إن شاء الله بس أفرغ أرجع أحكيها من جديد وأسجلكم يعني. أعتذر دكتور، رغم هواي بلغتوني.